ولبيك بروحي ودمي ولكتب اسمي على التابوت ولكتب اسمي على التابوت شعبا يحيى ولن يموت يا للعار ويا للعار والإمارات هي العار وعلى قرارات محاكم الاحتلال بتجديد الاعتقال الإداري له وللمئات من الأسرى الإداريين لأكثر من مرة، الأمر الذي دفع هؤلاء الأسرى ليس حباً في الامتناع عن تناول الطعام والشراب، ولكن حباً في عزتهم وكرامتهم وعنفوانهم وفي رفضهم لهذا الاعتقال الإداري الظالم لهذا السيف المسلط على رقاب المئات من أسرانا داخل السجون الإسرائيلية. وعليه فقد خاض العديد من الأسرى هذا الإضراب المفتوح عن الطعام، والذين كان آخرهم ماهر الأخرس، والذي تجلى هذا الإضراب في تحقيق انتصاره الفردي على هذا الاعتقال الإداري، وتحديد 26 من هذا الشهر موعداً نهائياً للإفراج عنه من سجون الاحتلال. رسالة إجلال وإكبار نبعثها لكل الأسرى والأسيرات في مختلف السجون الإسرائيلية، ونخص بالذكر قرابة 100 أسير فلسطيني أصيبوا بوباء الكورونا في سجن جلبوع وغيره من السجون. بفعل هذه السياسات المتواصلة والمتراكمة من الإهمال ومن السياسات الانتقامية بحق الآلاف من أسرانا داخل السجون الإسرائيلية، عدم توفير مستلزمات الوقاية من وباء كورونا منذ اللحظة الأولى أدى إلى الانتشار السريع في سجن جلبوع لهذا العدد الكبير الذي أصيب به الأسرى خلال 48 ساعة، حيث اقترب العدد من 100 حالة بهذا الفيروس. ومن الممكن أن تتسع دائرة الإصابة والعدد مرشح لأكثر من ذلك إذا ما تم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة من عزل وعدم اختلاط وتوفير ما يجب لعدم انتشار هذا الوباء بين أبناء الحركة الأسيرة الفلسطينية داخل السجون الإسرائيلية. منذ اليوم الأول لانتشار هذا الوباء حذرت مؤسسات الأسرى والقوى وكل المؤسسات الحقوقية العاملة في أراضي دولة فلسطين من أن انتشار هذا الوباء قد يمتد في كافة السجون إذا ما لم تؤخذ الإجراءات الوقائية اللازمة منذ اللحظة الأولى لانتشار هذا الوباء، كما هو حال اتخاذ الاحتياطات اللازمة بين كل المجتمعات في هذا الكون والتي أصيبت بهذا الوباء. ولكن إدارة مصلحة السجون تعاملت مع الموضوع وكأنه موضوع طبيعي واعتيادي، وكانت هذه هي النتيجة، إصابة أكثر من 100 أسير بهذا الوباء. الأوضاع داخل السجون من المؤكد أنها صعبة، الأسيرات يهددن بخطوات تصعيدية ضد إدارة مصلحة سجن الدامون، وخاصة بعد الأوضاع الصعبة التي تعيشها وتحياها الأسيرات في هذا السجن، وبعد تقديمهن العديد من المطالب الإنسانية داخل سجن الدامون. من هنا نتوجه بالتحية لكل الأسرى والأسيرات في مختلف هذه السجون، وباسمكم جميعا وباسم الحركة الأسيرة وباسم كل مؤسسات الأسرى والقوى الفلسطينية ننعي والدة الأسير البطل ناهض الأكرع الأم الصابرة أم مازن
والتي تعرفونها جميعا والتي لم تترك ساحة للاعتصام والتضامن والوقوف والإسناد للحركة الأسيرة إلا وكانت على رأسها، قضت حياتها وهي تتنقل بين السجون بسبب وجود 3 من أبنائها داخل السجون الإسرائيلية. باسمكم جميعا نبرك بالتعزية إلى الأسير البطل ناهض الأكرع الذي فقد كلية رجليه وهو الآن مقعد على كرسي متحرك في مشفى سجن الرمل العسكري. كان الله في عونه وألهمه وألهم ذويها الصبر والسلوان على رحيل أمه، كما هو حال المئات من الأمهات والآباء الذين رحلوا وانتقلوا إلى الرفيق الأعلى بفعل احتجاز واعتقال أبنائهم لعشرات السنين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. كما وأننا باسم شعبنا الفلسطيني وباسم قواه الحية وباسم كل مؤسسات الأسرى والحركة الأسيرة ننعي إلى شعبنا الفلسطيني رحيل الدكتور صائب عريقات الذي ارتقى إلى العلا قبل قليل. الرحمة له ولكل شهداء شعبنا الفلسطيني. على الدرب سنبقى سائرون، ستبقى الراية عالية والعلم الفلسطيني خفاقا حتى إحقاق حقوقنا الوطنية المشروعة بإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس. مزيد من الوحدة والتلاحم فوق أرض الميدان، ومزيد من الحراك الشعبي والجماهيري والإسناد للحركة الأسيرة الفلسطينية. التحية للأسير ماهر الأخرس والذي نتمنى اللقاء به في 26 من هذا الشهر، والتحية كل التحية لكل الأسرى والأسيرات، ونخص بالذكر ختام السعافين الرفيقة التي كانت بيننا في كل اعتصام أسبوعي، والرفيق رشاد كراجة عضو سكرتيري الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والذي لم يغب لحظة واحدة عن كل الفعاليات. والتحية لكل الأسرى والأسيرات كل باسمه ومسماه داخل السجون الإسرائيلية، وإلى لقاءات أخرى من التفاعل والإسناد الشعبي والجماهيري مع الحركة الأسيرة الفلسطينية داخل سجون الاحتلال. والسلام عليكم ورحمة الله.